شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في المنتدى الاقتصادي العالمي للسياحة بدعوة من منظمة السياحة العالمية والذي عقد في مدينة مكة وبجمهورية الصين الشعبية تعزيزا لحضور مملكة البحرين في المحافل الدولية. وناقش المنتدى هذا العام مواضيع متعلقة بالسياح الذين باتت نسبتهم تتزايد يوما بعد يوم، وذلك بسبب التطورات التكنولوجية وانتشار المعرفة بالبلدان والحضارات والثقافات حول العالم، إضافة إلى تناول كيفية استثمار هذه الأعداد في تطوير مشاريع التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة إن المشاركة في مثل هذه الفرص هي لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز حضاري وصنع جسور التواصل مع شعوب العالم، مضيفة أن خصوصية الأماكن الثقافية في البحرين مواقع أثرية ومتاحف ومعالم عمرانية هي ما يصنع البنية الأساسية للسياحة الثقافية. وجمع المنتدى العالمي الاقتصادي للسياحة في هذا العام في نسخته الخامسة قادة صناعة السياحة والثقافة من حول العالم من مسؤولين حكوميين وخبراء الأعمال وخبراء البحث الأكاديمي. هذا اللقاء في مكة الذي يجمع المهتمين بالشأن الثقافي والسياحي ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه السائح في العالم. كلنا نعلم أن هناك الكثير من الأمور والمستجدات، المتاحف، المواقع الأثرية، المطارات هي المستهدفة في هذه الفترة الحالية. كيف نغير تفكير السائح ونقري البعض بزيارة البلدان التي تتعرض لبعض الحملات أو تعاني مما يعاني منه العالم أجمع؟ أيضا فرص الاستثمار في الثقافة هي موضوع لحديث الملتقين في هذا المنتدى الهام الذي يسلط الضوء على دور الثقافة كسلاح أساسي لجذب سياحة نوعية. وفي البحرين تحدثنا عن مشروع الاستثمار في الثقافة، تحدثنا عن محاكاة طريق الحرير عبر مشروع طموح هو طريق اللؤلؤ الذي يسعى لاستقطاب سياحة نوعية وتوظيف المواقع الأثرية لجذب سياحة ثقافية.